بسم الله الرحمن الرحيم، وقل ربي زدني علما، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، افتح علينا فتوح العارفين بك. أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من فتاوى الناس. نكمل اليوم الحديث عن أحكام البنوك والمعاملات البنكية، ومعنا فضيلة الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. وسؤال الحلقة على صفحة الفيسبوك: كيف تخرج زكاة المال المودع في البنك؟ فضيلة الشيخ أحمد أهلا بك. أهلا وسهلا يا أستاذ حسن، مرحبا. يعني جميل ان احنا نوضح، يعني نذهب الى اقصى الاحتمالات في تساؤلاتنا، لان برضو الساده المشاهدين بيبقوا عايزين يطمنوا الى اقصى درجه من باب الورع، من باب التقوى، وده جميل جدا. طيب اذا ثبت، يعني لو افترضنا اذا ثبت ان البنك الذي نتعامل معه ما يتعاملش الا في القروض بس، الفوائد اللي جايه بقى اللي باخدها انا على المال المودع في هذا البنك تعتبر ربا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في مثل لطيف، ايه بيقول المثل ده؟ ثبت العرش ثم انقش. الله، يعني ايه ثبت العرش ثم انقش؟ يعني لو عاوز تصل الى نتيجة معينة لازم تكون مسلم بالمقدمات وقادر على اثباتها. يعني ايه لو سلمنا ان مفيش بنك بيتعامل الا في القروض بس يبقى الى اخر السؤال؟ مش حاجه اسمها كده. انا ليه هجاوب على افتراض وهمي خيالي ملوش اثر في الواقع؟ لو اجبت وسمحت لنفسي ان انا اتماهى كده مع السؤال هلخبط الناس. في الواقع الحقيقي البنك كما قلنا اكثر من مره في الحلقات الفائته، البنك تقليدي أو إسلامي، إسلامي أو تقليدي، بيقوم بمجموعة من العمليات. هذه العمليات منها ما هو جائز شرعا ومنها ما هو ممنوع شرعا ومنها ما هو محل خلاف بين العلماء، بين مانع ومحرم. أيوة. مين اللي بيعمل كده؟ البنك التقليدي والإسلامي معا معا. طيب يبقى دعنا بقى نلتف حول محور السؤال ونتساءل: إذا ثبت أن البنك يتعامل في القروض فما حكم هذه القروض؟ وإذا ثبت أن البنك يتعامل بالقروض فهل ذلك مؤثر على الفوائد التي أتقاضاها أنا باعتباري مودع؟ أيوة. مش باعتباري مقترض؟ لا طبعا، أنا بتكلم عن المودع. البنك بيعمل قروض، البنك بيعمل استثمارات، البنك بيخش في شركات، البنك بيضرب في البورصة وإلخ إلخ. المحفظة بتاعت البنك بيسموها المحفظة بتاعت البنك، المحتوي على كل أنواع الاستثمار دي. تمام. أيوة. البنك من ضمن أنشطته أنه بيقرض. فعلا ده حاصل. ما حكم هذه القروض؟ أيوة. القرض على نوعين، دار الإفتاء المصرية تبنت هذا التقسيم أو تبنت التفرقة بين هذين القسمين اللي أنا هقولهم في معاملة الإقراض التي يقوم بها البنك. فالقروض على نوعين، في منها قرض استثماري وفي منها قرض شخصي لا يقصد به الاستثمار. قرض استثماري وقرض شخصي. أنا عندي دلوقتي أو واحد عنده مشروع فبيذهب إلى البنك بيقدم دراسة جدوى، أنا عايز أعمل المشروع الفلاني ومحتاج المبلغ الفلاني، فالبنك بيدرس الأمر وبيرى جدوى المشروع فيعطيه هذا المبلغ. فدار الإفتاء المصرية بإزاء هذا النوع قالت بأن ذلك النوع من أنواع القرض جائز للبنك أن يفعله وللمقترض أن يقبضه باعتباره من النوع من أنواع الشركة، كأنه ذلك يعني. طيب النوع الآخر القرض الشخصي، انا هروح اخد فلوس من البنك، البنك ملوش دعوه انا هعمل بيها ايه، هروح اشتري بيها عربيه، هروح ادخل بيها مشروع، هعملهم عصافير الجنه واطيرهم من الشباك، البنك ملوش في القصه دي خالص، هو له انه هيديني قرش هياخده قرش واتنين من عشره بعد قد كده. ده حرام، حرام اداء وحرام قبضا. طيب خلينا نكون ادق فنقول الاصل فيه الحرمه. الأصل فيه الحرمة، يعني إن قد تأتي أحوال معينة تخلينا نتحرك من الحرمة دي إلى حيز الجواز. إيه هي الأحوال دي؟ الأحوال دي شأنها شأن كل أمر من الأمور المحرمة. هو أكل الميتة حرام ولا مش حرام؟ حرام. هو شرب الخمر حرام ولا مش حرام؟ حرام. بإجماع. طب واحد، المثال المشهور بتاع الصحراء واللي تايه ومش عارف إيه ولقى،
ميتة وحياته متوقفة عليها يأكل منها بالقدر اللي يبقيه. أيوة. لأن الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها. واحد بيأكل فشرق اللقمة وقفت في زوره فنفسه راح وهيموت بيدور على أي سائل يشربه، لا خمرة قدام علشان يستسيغ اللقمة ما لقاش غير خمر، وعلشان يوصل يجيب مية هيكون فطس يشرب بالقدر اللي يسيغ له اللقمة، مش عشان الخمر حلال، علشان إنقاذه لمهجته ولنفسه أوجب من تجنبه لشرب الخمر. تعال أديك صورة، واحد عليه دين، الدين ده حال دلوقتي حالا بالا، صاحب الدين بيقول له ادفع، قال له معيش، قال له يا الدفع يا الحبس، قال له طب والله اديني مهلة أروح أشوف في البيت ما لقاش، أشوف حد يقرضني قرض حسن مفيش، أشوف حد من أهل الخير يقف معايا يهب لي، مش لاقي أي وسيلة من الوسائل الجائزة، لم يبقى له إلا الاقتراض بفائدة لكي يسد الدين عشان ما يتحبسش. أنت دينك قد إيه؟ 20,000، يجوز لك أن تقترض 20,000 مش 20,000 وواحد. أيوة، لأن الضرورة تبيح المحظور اللي ما يسد عنك هذا الدين. صحيح. أيوة. بس الواحد ده زيادة، واحد عايز يعمل عملية متوقفة عليها حياته، لا معاه فلوس ولا حد راضي يعملها له ولا حد راضي يسلفه ولا حد راضي ولا أي حاجة خالص، تعين عشان ينقذ نفسه إنه يقترض في حدود أداء فلوس العملية. يبقى ده مش ما يخالفش إن إحنا بنقول إن الأصل إنه هو حرام، إنما حرام ولكن شأنه شأن كل أمر من الأمور المحرمة تضبطها قاعدة الضرورات تبيح المحظورات زائد قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة، الحاجة دي مرتبة أقل من مرتبة الضرورة زائد قاعدة الضرورة تقدر بقدرها. معايا اسمح لي فضل الشيخ أحمد أخذ اتصالة تليفونية، معايا الأستاذة هادية. أستاذة هادية أهلا بيك من الإسماعيلية. ألو ألو. طيب يعني ربما انقطع الاتصال. معايا الأستاذ محمود من القاهرة. ايوه اسمح. مساء الخير يا باشا. يا استاذ محمود اهلا بيك. اهلا بيك حبيب قلبي. اتفضل يا فندم. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا استاذ محمود اهلا بيك. انا يعني عايز استفسر عن حاجه في قرض البنوك. اتفضل. دلوقتي انا كان في نوع من القروض بيبقى بضمان وديعه في البنك او حساب جاري او شهاده. لما باخد القرض بضمان الشهاده ديت بيحسب لي الفوائد اللي عليا على قد الايه الفوائد اللي باخدها على الشهاده بالظبط. فانا كنت باخد القروض ديت عشان يعني احوشها، يعني بدفع كل شهر قسط من فلوسي او من معاشي او من مرتبي عشان احوشها، او ان انا يعني اشتري بيها حاجه. فالفوائد اللي انا بدفعها على القرض اللي باخده هي المساويه بالظبط للفوائد اللي انا باخدها على الشهاده بتاعتي. ايوه ايوه. فهل ده حرام ولا حلال؟ في استفسار فضيله الشيخ احمد؟ لا يا فندم. بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمود. فاصل نطلع ونرجع تاني نجيب على التساؤلات اللي معانا، واهلا بكل تساؤلات الساده المشاهدين، خليكم معانا. اهلا بكم اعزائي المشاهدين. فضيله الشيخ احمد اجدد ترحيب بفضيلتك. مرحبا. معايا الاستاذ حمدي من الجيزه. يا استاذ حمدي اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. اتفضل يا فندم اهلا بيك. بقول لحضرتك الوقت انا معايا زوجتي اصيبت بمرض حضرتك، والمرض ده اثر على عينيها حضرتك ففقد النظر، واثر على ظهرها كمان حضرتك وخلاها ما بتقدرش تمشي ووقعيه. شفاها نتيجة المرض بتاعها. شفاها الله وعافاها. حاطة فلوس في البنك. وطبعا البنك مش هيصرف، قاعد تعدي عليها 5 سنين، فالبنك بيقول ان لازم يعمل تجديد لتاني عشان ايه الرصيد بتاعها ده يقدر يشتغل الحاجة. فروحت فقالوا لي لازم تيجي هي تحضر، وهي ما تقدرش تحضر خالص. فالمال ده يعتبر محبوس، هل عليه زكاة او لا؟ المال المحبوس. المال محبوس. حاضر يا سيدي.
الحاجه الثانيه بقى حضرتك، هي طبعا نفسيتها تاثرت. نفسيتها تاثرت نتيجه المرض ده، ونتيجه اللي هو فقد النظر وعدم القدره على المشي والحال. فهي حضرتك دلوقتي ما بتصليش، وهي نفسيا بتاخد برشام بتاع امراض نفسيه. وحاولت اكتر من مره انها تصلي، وكان بتصلي قبل ما تمرض، وهي حاليا 5 سنين مش قادره. لكن الصيام انا بخليها بتصوم، بتحاول هي بتصوم في سنه واحده بس ما صامتش، وبعد كده ابتدت تصوم، وابتدت معتقده بقى وبتعتقد ان في حد عمل لها حاجه او اذاها في الكلام ده. فطبعا انا يعني الدكتور عالجها، فابتدت يعني تمشي تبعد عن الحاجه دي، فهي ما بتصليش الوقت. فايه وضعها حضرتك دلوقتي؟ ربنا يشفيها. وحاولت من مره انا وكذا فما فيش اي حاجه. فعاوز حضرتك الرد ان يعني اعمل ايه، او هل هتجازى عنه؟ وبعدين برضو ثواب اللي هو فقد نظره في حياته ايه ثواب؟ حاضر حاضر، ربنا سبحانه وتعالى. شكرا لحضرتك، ربنا يشفيها ويلهمها اللطف دايما والصبر والرضا. ام محمد من الجيزه، اهلا بيك يا فندم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل يا ام محمد. كنت طيب، يعني حتى تعود ام محمد في الاتصال تاني، هرجع لاسئلتنا. فضيلة الشيخ احمد، اذا كان الامر بيتجه الى الحل في التعاون مع البنوك، طب ليه نرى هذا الكم من الاختلافات؟ هو الامر بيتجه الى الحل عندنا في واقعنا المصري، هو ذلك الراي الذي استقرت عليه دار الافتاء المصريه، واستقر عليه مجمع البحوث الاسلاميه من سنه 2003. دار الافتاء المصريه استقرت على حل التعامل مع البنوك بالايداع والاستفاده من العوائد او الفوائد اللي بيسمى فوائد يعني على الودائع، مش في عهد مفتي ولا اتنين، ده في عهد الشيخ المرحوم الامام الاكبر محمد السيد الطنطاوي رحمه الله رحمه واسعه ورضي الله عنه، وقت ان كان مفتيا، وتلاه بعد ذلك 4 مفتين. الاربع مفتون هؤلاء الذين تلوا الامام الاكبر في منصب الافتاء قال كل واحد منهم بذلك: الشيخ محمد السيد الطنطاوي، الشيخ نصر الفريد واصل، الشيخ احمد الطيب، الشيخ علي جمعه، الشيخ شوقي علام، اساتذتنا الكبار هؤلاء جميعا. الراي المستقر في دار الافتاء المصريه في عهد 5 مفتين على ذلك. اكيد الخمسه دول مش كلهم عايزين يخشوا النار يعني خالص طبعا، ابدا ابدا. فالقضيه اللي دايما ننبه عليها ان من علامات العقليه التي لا تتصف بالعلميه انها تنزل الظني منزله القطعي. ايوه، والعقليه دي مش بس بتتصف بالعلميه، دي علامه من علامات العقليه المتطرفه، تنزيل الظن منزلة القطعي. القطعي ده ايه هو؟ امر لا خلاف فيه ولا يحتمل الخلاف، قطعي. الزنا حرام، الخمر حرام، قولا واحدا، الصلاة واجبة، السرقة حرام، وهكذا. لا يحتمل قولا. اما الظن ربنا خلقه كده، يعني ربنا اراده ان يكون ظنيا. ايوه، عشان يحصل فيه خلاف. يا ترى مس المرأة ينقض الوضوء ولا لا؟ خلاف. والدليل ايه؟ واحد عند الكل. يا ترى البيع العين حلال ولا حرام؟ خلاف. يا ترى يا ترى يا ترى، خلافات. خلافهم رحمة واسعة، وإجمعهم حجة قاطعة. نرجع للسؤال، السؤال بيقول ليه بنشوف خلافات ما دام الرأي المستقر كده؟ بنشوف خلافات لأمور. رقم واحد، لأن المسألة بطبيعتها خلافية، ما هيش مسألة قطعية، لا هي قطعية في الحل ولا هي قطعية في الحرمة، دي مسألة خلافية عند العلماء إلى اليوم. رقم اتنين، إن الواقع تغير، فكثير من العلماء لما رأوا الواقع النقدي قد تغير، تغير اجتهادهم وتغيرت فتواهم، فبعد أن كانوا يقولون بالتحريم صاروا يقولون بالحل، والذين لازالوا متمسكين بالتحريم لا، ليس عندهم، أو بعضهم قد يكون ليس عنده دراية كافية بتغير الواقع، فيظن إن الواقع الذي تأسس عليه القول بالتحريم قديما لازال موجودا. وعندنا حاجة عبارة قريبة من كده قالها الإمام القرافي، بيقول الفتاوى أو الأحكام المسطورة في الكتب، يعني إيه مسطورة؟ يعني مكتوبة. الأحكام المسطورة في الكتب التي مبناها على الأعراف، الإفتاء فيها بمسطور الكتب مع تغير تلك الأعراف
خلاف الإجماع وجهالة في الدين. يعني إيه؟ يعني لو في حكم موجود في كتاب من الكتب القديمة النظرية اللي اتألفت في عصر من العصور دليل ومستند الحكم ده أمر عرفي أمر قابل للتغير، تيجي دلوقتي بعد 300 سنة تجد أن الأمر اللي تأسس عليه الحكم اتغير، فما تفضل متمسك بالحكم القديم اللي متأسس على واقع مختلف ومصمم تسحبه على واقع لا علاقة له بالقديم، يبقى أنت كده بتضلل الناس. فزي ما بقول في أحيانا بعض الناس ما اطلعوش على تغير الواقع، بعض الناس قد يكون اطلع ولا زال متمسك برأيه له ذلك إن كان من أهل النظر، لكن في ناس فاهمة إن لسه إن في ارتباط بين البنكنوت والغطاء الذهبي، إن التكييف المعاملة بين البنك وبين المتعامل مع البنك إنها قرض مش استثمار وهكذا. يعني واقفين عند نقطة زمنية لم يتجاوزها هذا الذي يرى كما نقول الحكم على شيء فرع عن تصوره، هو ده تصوره هو ده التصور بالضبط. خليني استقبل اتصال تليفوني آخر. أم محمد من الأليوبية. أم محمد أهلا بيكي. اهلا بحضرتك. اتفضلي يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت عايزه فضيله الشيخ يدعي لبنتي تعبانه ويدعي لابني مرفوعه عليه قضيه ظلم، الله يبارك لك. وبنتي حاضر يا ستي تحضر وتعيش. سلام عليكم. بشكرك وشكرا جزيلا. استاذ احمد من الغربيه. استاذ احمد أنا. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ احمد اتفضل. والله انا كنت مدرس وبعدين قلت انا راح بالكادر ان شاء الله هبطلع 100 جنيه كده كل شهر، وبعدين دلوقتي طلعت معاش وبتاع، هل لي كان يطلع ولا بعد ما طلعت معاش خلاص؟ انت قلت لما اخد الكادر هطلع كل شهر 100 جنيه؟ هطلع كل شهر 100 جنيه، صح يا اسماء؟ قلت ده بلسانك يعني ولا نويته في قلبك؟ لا بلساني كده بينه وبين نفسي يعني. قول لي بقى العباره اللي انت قلتها كده، لا بلسانك ولا بينك وبين نفسك؟ يعني قلت ان شاء الله اما اخد كادر بتاع المعلمين ده اطلع كل شهر 100 جنيه لله من الناس يعني الغلابه. طيب رحت طلعت معاش وبتاع وبقيتش اقبض كادر وبقعد معاش، هل يستمر ال 100 جنيه طول عمري ولا خلاص بقى؟ طيب تمام. يعني حال الخدمه ولا على المعاش؟ حاضر. رحت في العمره. اتفضل اتفضل. السؤال الثاني ايه؟ دلوقتي انا هروح مع والدتي وفي العمره ان شاء الله بعد اسبوعين كده. نعم ان شاء الله. فممكن ازقها على كرسي متحرك في الطواف او في السعي او في السعي ويبقى الشوط بتاع معصوب وبتاع معصوب ولا ايه؟ حاضر كرسي. شكرا. الاستاذ محمد من اسوان. استاذ محمد اهلا بيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا فندم. ازيك يا استاذ حسن؟ يا اهلا استاذ محمد اهلا بيك. ازي فضيله الدكتور احمد؟ اهلا وسهلا يا استاذ محمد مرحبا. الله يخليك يا دكتور. انا عندي سؤال بخصوص المصافحه. المصافحة. المصافحة بين الرجال والنساء. انا اعرف ان ايه يا دكتور، انكسر اللذة وجدها فعليه الوضوء، وان وجدها ولم يقصدها فعليه الوضوء، وان قصدها ولم يجدها برضه فعليه الوضوء. تمام؟ ايوه. عند الملكية. ايوه. توضح لي يا دكتور مفهوم اللذة. حاضر. مفهوم اللذة؟ طيب حاضر. معلش تمام معلش. بشكرك يا استاذ محمد. موضوع مهم برضو فضيل الشيخ احمد واسئلته كتيره جدا جدا، فوائد يعني الاموال المودعه المستثمره والفوائد اللي بتيجي عليها، يعني كيف اخرج الزكاه عليها؟ هل على اصل المبلغ ام المبلغ زائد الفوائد؟ وكيف اخرج هذه الزكاه؟ ولكن معايا ام محمد من الجيزه مع التليفون. يا حاج محمد اهلا بيكي. يا ام محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا فندم. كنت عايزه اكلم فضيله الشيخ. بكل سرور اتفضلي فضيلته معاكي. الله يبارك لك. انا امي مش ما بتعرفش تقرا وتكتب. ايوه. واخويا لسه متوفي من شهرين كده. أيوة. اخويا شاب كبير عنده 20 سنه. ايوه. وهي كانت عايزه تقرا له قران بس هي ما بتعرفش تقرا. أيوة. فسمعت ان في ناس بيقولوا تحط ايديها على القران على الكلمات وهي كده كانها قرات القران. فهل الكلام ده صحيح ولا انا عايزه الشيخ يفيدني بس في الموضوع دوت؟ ان هي حابه تقرا له قران. القران. وهي ما بتعرفش يعني عندها تقرا ولا تكتب. حاضر يا محمد. ان شاء الله. انا اسفه. بشكرك وربنا يرحم اخوك رحمه واسعه ان شاء الله. الاستاذ سيد. يا استاذ سيد اهلا بيك. استاذ سيد. ايوه معاك. واحنا مع حضرتك اتفضل. السؤال. ايوه اول سؤال. انا راجل في سن عندي 68 سنه. ربنا يديك الصحه. ومصاب بفشل كلوي. ايوه. فكده بصلي وانا قاعد وبروح الغسيل
يعني الظهر بيعدي والعصر بيعدي بقى صلوا على بعض في البيت. عايز اعرف الحكم ده انا بغسل على المكنه بس عارف اطلع. ربنا يشفيك ويقويك. انت قصدك بتصلي اليوم اللي بتروح تغسل فيه اليوم كله بتصليه بتجمعه مع بعض لما بترجع؟ لا الصبح بصلي في البيت والمغرب والعشاء بصليهم عادي عادي. حاضر يا سيدي حاضر يا سيدي حاضر يا سيدي. سؤال تاني اتفضل اتفضل اتفضل. السؤال التاني احنا ناس فلاحين طبعا فضل. وعندنا زروع بنطلع الزكاه بتاعها. ايوه. وربنا سبحانه وتعالى قال لك اتي زكاه عند حصاده. ايوه. فكده لما بنيجي نطلع الزكاه غله او ذره او كده يعني قليل من اللي بيرضى ياخدها. فانا عملت حاجه ومش عارف هتبقى صح ولا مش صح. قول يا سيدي قول. عندي مثلا 10 زب عليهم ارداب. ايوه. بحاسب على الدب من قصار السم وهو شغال واوزعه. انا عايز اعرف الحكم كده. هو السيد او الحاج سيد ربنا يديله الصحه ويمده بالعافيه. بيسال عن انه يخرج الزكاه قيمه من العين من عين المزكى عنه ولا قيمه؟ واضح السؤال يعني الزكاه من عين الزراعه المحصول. بشكرك يا استاذ سيد. يعني اذا لم يكن لدينا اي اتصالات اخرى نجيب على السؤال اللي طرحته منذ قليل وهو موضوع الفايده او عفوا الزكاه على الاموال المدعى، كيف اخرج هذه الزكاه او ما قيمتها؟ سيدي الكريم، الاموال المدعى كما قلنا مرارا وتكرارا سواء مدعى او مدخره لا تجب فيها الزكاه الا بتحقق مجموعه من الشروط، على راسها ان يكون المال بالغا النصاب، والنصاب هو ما قيمه 85 جرام من الذهب عيار 21، وان يحول عليه الحول، يعني تدور عليه سنه كامله في ملك صاحبه ملكا تاما، واثناء السنه لا يقل عن النصاب. ايوه. فاذا قل عن النصاب سواء بان انا مديت ايدي عليه فنقص، او ان النصاب نفسه علي وغلي والفلوس معايا زي ما هي فبقى النصاب اعلى منها، يبقى الحول انكسر. ايوه. تحققت فيه الشروط كلها، النصاب والحول. نصاب وحول. اعمل ايه؟ اخرج 2.5% ده الاصل. الكلام ده في المال المدخر في البيت، والكلام ده في المال المودع في البنك. ايوه. كل هذه الاشياء مفيش فرق بينها، ده الفرق في الوعاء بس. طيب الفايده اللي على الفلوس عبارتها ايه؟ انت المنظور اليه ان انت دلوقتي بقى عندك مال تحققت فيه شروط الزكاه فوجبت فيه الزكاه، يوم ما تجب فيه الزكاه انت مش بتشوف القدر بس اللي حال عليه الحول، انت بتشوف مجموع اللي معاك. مجموع اللي معاك بتخرج عليه 2.5% للمستحقين. صحيح. يعني في يعني زي ما بيقول ايه، في حساب طالع وحساب خارج على المبلغ اللي بلغ النصاب من سنه، فاجي في اخر السنه دي واحسب على المبلغ اللي موجود في الرصيد. بالظبط. طيب عشان يبقى الامر ايه واضح بالنسبه للساده. بس في ناس بتعتقد، عشان نزيد الامر ايضاحا، في ناس افاضل وأكارم بيعتقدوا ان المبلغ اللي في البنك غير المبلغ اللي انا شايله في البيت، غير المبلغ اللي انا عامله شهادات استثمار. لا، انا بشوف مجموع اموالي. انا في البنك عندي 100,000 وفي البيت شايل 10,000 على جنب احتياطا، وعندي اسهم في البورصه ب 30,000. هو ده كل ما امتلكه. ايوه ايوه. وعندي وديعه وعندي مش عارف ايه، كل ده اجمعه. ايوه. ما دمت انا عندي قدر من المال وصل النصاب وحال عليه الحول، اقوم شايف في نهايه الحول مجموع هذه الاموال. يعني جميل التوضيح ده، لان احنا ممكن نتكلم نبقى مركزين في خانه واحده ممكن ونسينا احنا عندنا معانا فلوس لو ضفناها على المبلغ اللي ما لسه مبلغ لم يبلغ النصاب في البنك، اول ما نضيفه هيبلغ النصاب ونطلع الزكاه لما يحول على الحول. فاصل نرجع لكم تاني، خليكم معانا. اهلا بكم اعزائي المشاهدين. فضيله الشيخ احمد ممدوح، اهلا بفضيلتك. اهلا. اسمح لنا نجيب على تساؤلات الساده المشاهدين. هيا. عندنا الاستاذ محمود، السؤال الاول بيقول انا عندي اموال مودعه في البنك وباخد قروض بضمان هذه الودائع، الفايده اللي هنا هي الفايده المحسوبه عليها هنا المحسوبه ليا هناك،
طيب ده ومش مضطر لكده، ده انا بعمل كده عشان احوش. يعني على مقتضى ما تفتي به دار الافتاء المصرية التصرف ده لا مش شرعي. بناء على رأي دار الافتاء المصرية. طيب الاستاذة انوار من منوفية، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. تفضلي يا فندم. مش ممكن ممكن اسأل سؤالين من فضلك؟ تفضلي بكل سرور. السؤال الاول ايه؟ يا استاذة انوار لو سمحتي وطي التلفزيون واسمعينا من التليفون. حاضر. تفضلي. عايز اسأل سؤالين. انا دلوقتي لي علاقة بربنا وكده يعني، وبصلي وعارفة ربنا، بس يعني حبيت اعرف كده العلاقة بينه وبين ربنا قد ايه، فطلبت من قبل ما انام ان انا اعرف العلاقة بينه وبين ربنا. فلقيتني اول يوم جالي الاوراد، يعني قمت من النوم على اني عمالة بقرا في الاوراد الحمد لله. ثاني يوم برضو نفس الطريقة طلبت برضو، فقمت لقيتني بقول سورة الرحمن. انا ليه علاقة بينه وبين ربنا جامدة يعني. طيب. عايز اعرف مدى العلاقة. فقمت اول يوم لقيتني بقرا يعني تمام. قمت من النوم لقيتني بقرا في الاوراق. حاضر يا استاذ انور. ثاني يوم برضو لقيتني بقرا سوره الرحمن لوحدي وانا مش حافظاها يعني كويس يعني. كويس. فانت بتسالي بقى عن ايه يا ست انوار؟ ثاني يوم بقى السؤال الثاني ان شاء الله. طب لا السؤال الاولاني، لا السؤال الاولاني ما فيش سؤال لحد دلوقتي. يعني انت عايز تقولي ايه دلاله اللي انا شفته ده؟ ايوه. اماره على ايه يعني؟ الدلاله. ايوه الدلاله. السؤال الثاني ايه يا فندم؟ السؤال الثاني بقى اما يكون في عذر ولا حاجه اللي هو الشهريا يعني. ايوه العذر اللي بيجي ده. ايوه ينفع فيه ان انا اقول اوراد واقرا قران؟ حاضر يا فندم. يعني حاضر. حاضر يا فندم. حاضر. شكرا الاستاذه امه الله. يا استاذه امه اهلا بيكي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. كل عام وانتم بخير. شهر رجب بألف صحه وسلامه. جرب اليوم شهر البدر وكل سنه والعالم كله بخير. امين امين امين. يا شيخ انا في سؤال شويه. مثلا نصاب او زكاه الذهب حضرتك ذكرتها، في بعض الناس عندهم مثلا احجار كريمه مثل الالماس مثلا وبيكون هذا اغلى قيمه من الذهب، هل هذا الشيء الثمين جدا يتغاضى عنه في الزكاة؟ حاضر. وخاصة ان انا عن نفسي انا صراحة انا بسوي تقدير يعني شيء بيني وبين ربي سبحانه وتعالى وبطلع كيف ما كان يعني. أيوة. شيء ثاني، ليه الناس الزكاة بدل ما يقولوا 2.5% والناس يكونوا ميسورين والله سبحانه وتعالى فاتح عليهم، ليه ما يزيدوا ال 2.5% الى 5% ويعطوا للناس يشبعوا الناس؟ حاضر. حاضر. لما نغني الفقراء يغنينا الله سبحانه وتعالى. يعني انت حضرتك بتكلمي في التجاره مع الله سبحانه وتعالى بقى، ده التجاره الرابحه. الناس تفهم مش 2.5 بس يفهم اكثر لو أحمد. تقدرون على كده. لا لا فضل الشيخ احمد هيفهمنا. بشكرك شكرا جزيلا يا حاجة امه. بروح للاستاذ حمدي من الجيزه، ربنا يشفي له زوجته ويصبرها ويلهمها اللطف والرضا. يعني اصيبت، لا عفوا ده هو برضو هو، فالمال محبوس في البنك، طب الزكاه بتاعته حسب ازاي؟ لما يقبضه الزكاه تخرج عند قبضه، بس هتظل ثابته في الذمه. عدد السنوات. تمام. طيب بقت نفسيتها متعبه شويه ومجهده نفسيا وبدات تعتقد ان في حد عامل لها حاجه عشان تفقد بصرها وظهرها يتعب، وطيب يعني نصالحها ازاي مع نفسها ونرجعها ازاي تصلي من تاني وتصوم؟ ندعي لها. ندعي لها ان ربنا يشرح صدرها ويردها اليه ردا جميلا. يعني ايه يردها اليه ردا جميلا؟ يعني كان يعني بعض الصالحين يقول اللهم إنا نسألك أن تردنا إليك بلا محنة. بلا يعني محنة. يعني يعني نرجع لك يا رب من غير ما نرجع بسلاسل الامتحان. أيوة. نرجع بعطايا الإحسان. الله. فدلوقتي اللهم ردها إليك ردا جميلا. النبي عليه الصلاة والسلام بشر، وده أنا هربط بين السؤال الثاني والثالث. أيوة. النبي عليه الصلاة والسلام بشر من فقد حبيبتيه. حبيبتيه اللي هم إيه؟ اللي هم عنيه. من فقد حبيبتيه
في الدنيا عوضه الله عنهما يوم القيامة بالجنة بشرط الصبر. فلما الإنسان يجتمع عليه أو ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يختبره فيأخذ منه بصره ويأخذ منه شيئا من صحته، صحيح هو المصاب فادح، بس لابد أن الإنسان يتخلق بأدب الابتلاء، لأنه لو لم يتخلق بأدب الابتلاء هيظل مبتلى برضه، بس هيفقد الثواب المنتظر يوم القيامة. وإذا كان ربنا سبحانه وتعالى سلبه نعمة ففي المقابل حافظ عليه أضعافها من النعم الأخرى. فخلينا نشكر ربنا سبحانه وتعالى على السلب كما نشكره على العطاء، لأن السلب حينئذ ينقلب عين العطاء. يعني نحول المحنة إلى منحة دائما في هذه العلاقة الفريدة مع الله سبحانه وتعالى. وده عايز توفيق يا أستاذ حسن. يا رب يا رب. ونسأل الله تعالى أن يعني يشرح صدر هذه المرأة الكريمة وأن يردها إليه ردا جميلا وأن يشفيها، قادر على كل شيء. وبالمرة ندعو لأم محمد الدعاء لابنتها وابنها. يعني والله احنا لسنا اهلا للدعاء، لكن يعني نرجو من الله سبحانه وتعالى ان هو يتقبل منا ببركة حسن ظن السائلة الكريمة، يعني فنصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ونسأل الله تعالى ان يحقق لها امانيها وان يغفر لمن فقدته وان يهدي ويرفع البلاء عن ابنتها وأن يرفع البلاء عن ابنتها وأن يحقق لها آمالها ومطلوباتها كلها. أستاذة هادية أهلا بيكي. ألو اتفضلي يا أستاذة هادية. أهلا بيكي يا فندم. سمحت عاوز أكلم الشيخ. مع حضرتك يا أستاذة هادية اتفضلي. السلام عليكم يا شيخ أحمد. عليكم السلام. ماما كانت عاوزة أكلم حضرتك. أهلا بيكي. اتفضلي بس وماما. حضرتك وطي التلفزيون مسمعينا من التليفون. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا فندم. تفضلي يا حاجة. حضرتك يا دكتور. الوقت هي مبتلية من 30 سنة تعبانة. ايوة. ربنا يشفيها. وهي عندها 8 سنين. وبتقول هي 8 سنين. بقالي 8 وانا 8 سنين ليه ربنا يبتليني وانا ما بعملش ذنوب. حاضر يا ستي حاضر. قلت لها ده ذنبي انا. هي مش مقتنعة. قلت لها يمكن انا علشان ما كنتش في شبابي بصلي ويعني وكده. فربنا ابتلاكي يمكن. لكن انا التزمت لما انا خلفتهم هي واخوها. وبقالي دلوقتي يعني من زمان قوي بقالي 35 سنة بصلي الحمد لله رب العالمين ويعني وقايمة بكل الواجبات. والله حاضر يا حاجة هادية. حاضر يا حاجة حاضر وربنا يعني يشفي هادية. معايا اتصال تليفوني آخر. ألو يا أستاذ رضا. أيوة فندم. تفضل يا أستاذ رضا. بقول لحضرتك دلوقتي أنا بسأل على زكاة المال على القرض على الإذاعة لما يمر عليه الحول. زكاة المال على المال المودع لما يمر عليه سنة. دلوقتي مثلا نفرض ان انا حاطط 100,000 في واحد السنة اللي فاتت بقاله حول دلوقتي كامل. أيوة. السنة دي اول رجب لقيته بعد مرور الحول لقيته 110,000. أيوة. فدلوقتي زكاة المال هعمل زكاة المال على 100,000 ولا على 110,000؟ وال110 دي موجودة في الرصيد. 10,000 دول ما مرش عليهم الحول. ايوه صحيح. ده الفوائد بتاعت البنك. يعني بس ده موجود كله في الحساب، يعني الحساب اللي سيت طالع 110. دلوقتي 110. حاضر. بشكرك يا استاذ. بشكرك يا استاذ. ام عصام معايا. ام عصام اهلا بيكي. واحنا اجبنا على هذا. ام عصام. انا عايزة برضو اسال على زكاة المال. اتفضلي يا فندم. انا دلوقتي عندي نصاب ايوه. بس بره مسلفاه كله تقريبا. ايوه مال ايه بقى يجي رمضان هيجي رمضان عليا ويمكن متسلفاه كله. ايوه. يبقى اعمل ايه؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه ان مثلا اما يجي مثلا رمضان كويس. ايوه. انا هيبقى عليا من جزء من الجمعيات من الفلوس دي، يعني الفلوس دي كلها كانت جمعيات مثلا هيتبقى كذا شهر. هل تطلع بقى اشيل الفلوس اللي هي هتدفع في الجمعيات من الفلوس دي ولا اعمل ايه؟ الجزء الثاني من السؤال واضح. طيب ام معايا تليفون ثاني. ام احمد يا اهلا بيكي. محمد الجزء. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الجمعيات لو سمحت انا ليا سؤالين مع الشيخ لو سمحت. اتفضلي. السؤال الاول ايه؟
السؤال الأول، أنا عندي بنتي جوزها متوفي بقاله 3 شهور. نعم. السؤال الأول. أيوة. أنا عندي بنتي جوزها متوفي بقاله حوالي 3 شهور. زوجها توفي من شهور. أيوة. من بقاله 3 شهور. من 3 شهور. من 3 شهور. أيوة. هي كان معاها حوالي 60,000 بتوعها هتشيلهم في البنك. فخايفة بتقول لك لا لا عشان يكون عليا حرمانية هأكل ولادي حرام، فعايز أعرف الحتة دي. حاضر حاضر. إيه السؤال التاني؟ التاني بقى، أنا من أول رجب بصوم رجب وشعبان الاثنين والخميس. من أول رجب أيوة وشعبان. كنا قاعدين مرة كده إحنا ومجموعة ستات وخميس، فقالت لي ده الصيام أدام ما بصومهمش طول السنة. طيب حرام عليك ما تصومهم في رجب. خلاص يا أم أحمد هنجاوبك على السؤال ده، هنجاوبك على السؤال ده. معايا اتصال تاني دلوقتي. ألو ألو. السلام عليكم. يا أستاذة أمال أهلا بيك، اتفضلي. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا فندم. دلوقتي أنا جالي حادث مركبة مفصل بين الحوض وبين الرجل. أيوة. وكل سنة بنعمل عمرة، فالسنة دي قالوا لي لازم تيجي معانا. أقول لهم أنا مش عارفة أمسك توازني. أيوة. أنا بمشي في البيت على عكازين. قالوا إحنا هنجرك وبالعجل رايح جاي. هل يعني كده ما بقاش ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأتوكل على الله وروح؟ أنت عملت عمرات قبل كده ولا أي حاجة؟ كل سنة بروح بأمر الله. مش قادرة. حاضر. فالمجموعة قالت لازم تروحي وهنجرك. هل أنا خايفة؟ هل بلقي بنفسي خلاص إلى التهلكة؟ خلاص هنشوف. الشيخ أحمد السؤال التاني إيه؟ السؤال التاني الوقت أنا إيه عايز أعمل علاج طبيعي على الموجود ده، على الجرح اللي عندي اللي هو الإصابة. أيوة. فقعدت أطلب ما لقيتش إلا رجالة. ما فيش الا الرجاله، واخيرا لقيت ست، بس لقيت الست ضعف. يعني مثلا الراجل عايز 200، الست عايزه 300 400. تمام. فانا اختار راجل يعمل لي العلاج الطبيعي. هذا حلال يعني؟ حاضر يا فندم. ماشي شكرا. في استفسار في النقطه دي يا دكتور رحمن؟ بشكرك شكرا جزيلا. خلونا نروح للاستاذ احمد اللي قال لما اخد الكادر هدفع 100 جنيه ده يعني ادفع 100 جنيه لحد ما اطلع المعاش ولا تستمر؟ ده نذر، والنذر ده بنسميه نذر تبرر. يعني ايه نذر تبرر؟ يعني بيقول ان في شيء معين انا ملتزم به، اذا احدث الله تعالى لي نعمة او دفع عني نقمة فيحصل. فالنذر ده يثبت في ذمته. هو اجابتي له مبنية على هو قال ايه. هو بيقول انا قلت لو بقيت على الكدر هدفع كل شهر 100 جنيه يبقى يستمر الى ان يلقى الله على ذلك. طيب متبقى عندنا 5 دقائق يا شيخ احمد. يلا. عندنا طيب لو جر والدته على الكرسي في السعي والطواف، من ابر الاعمال التي يمكن ان يلقى الله تعالى بها عمل طيب جميل، والعمره مقبوله باذن الله، صحيحه باذن الله، وتكون مقبوله برضو ان شاء الله. استاذ محمد من اسوان بيقول لك المصافحه بين الرجال ومفهوم اللذه ايه ضابط اللذه اللي بيتكلم عنها الفقهاء والتفسير. أيوه. اللي قالوا ده موجود عند الساده المالكيه. ضابط اللذه قال العلماء اللذه هي الانعاض عند الرجل وميل القلب عند المرأة. طيب نروح لأمي لا تعرف الكتابة واخويا توفي رحمه الله وعايزة تقرأ القرآن لا تجيد الكتابة والقراءة، وعايزة تشاور. تشاور لا، المشاورة دي مش قراءة، وتقرأ له اللي تقدر عليه، تقرأ له الفاتحة، أظن أنها تكون حافظة الفاتحة. الأستاذ سيد شفاه الله وعافاه مصاب بفشل كلوي، ويعني بيصلي وبيجي. أستاذ سيد اجمع الظهر والعصر جمع تقديم، أو في وقت الظهر أو جمع تأخير في وقت العصر، وما تخرجش السلاطين أبدا عن وقتهم. عندك رخصة التقديم أو التأخير. هل أستاذ سيد عنده أسئلة تانية ولا عنده زكاة الزروع؟ زكاة بيقول الزروع. ينفع أخرج. أيوة. القيمة يجوز على مذهب أبي حنيفة وهو المفتى به في دار الإفتاء. علاقتي بربنا، وعايز أعرف يعني إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما أقامك. أنت بتقولي علاقتك طيبة بالله وبتشوفتي مبشرات، علشان أنت طلبتي من ربنا أن يوريكي مقامك. خلاص اسمها مبشرات، ما تخليكيش تطمني ولا تخليكي تقولي خلاص انا وصلت. أيوة. ملتفت لا يصل. ايوه. فدايما تكون العابد على قلق عظيم في العذر الشهري. قولي الاوراد ما يجراش حاجه، المهم ما تقريش قران. الحاجه اما بتقول زكاه الذهب، طب في حجار كريمه كالماس؟ لا، الالماس ما عليهوش زكاه. وانت بتقولي تعالوا نزود الزكاه، خليها 2.5%. ده امر تعبدي يا ست اما. فالتعبدي ده مش بكيفنا، ده ربنا اللي حدده لنا. ويا ريت ال 2.5% يخرجوا. والله لو خرجوا كل واحد خرج ال 2.5% لن يبقى فقير على ظهر الارض ان شاء الله. باب الصدقه مفتوح بقى. باب الصدقه مفتوح، لكن بنتكلم على الواجب. طيب نروح لل 100,000 وال 110,000. لا تخرج على ال 110 يا عم رضا.
الاستاذه هاديه بتقول مامتها بتقول يعني بتقول لي يا ماما انا تعبانه من 8 سنين. لا ما تربطيش سنين. ما تربطيش اللي حصل لبنتك انه ضروري لازم يكون لان انت كنت مقصره في فتره من الفترات. ربنا سبحانه وتعالى احنا مؤمنين بوجوده ومؤمنين ان من صفاته انه حكيم سبحانه وتعالى، فاذا لا يتصرف تصرفا في هذا الكون الا ومن وراء هذا التصرف حكمه ادركها من ادركها وجاهلها من جاهلها، ولكن علينا ان نتخلق باخلاق البلاء فنصبر ونشكر. طيب زكاة المال اللي هو كله عند الغير وادي النصاب والحل على الحول، لما تقبضي النصاب لما تقبضي اللي ليكي عند الغير يبقي طلعي الزكاة. طب الجمعيات؟ لا انت تطلعي على اللي معاكي بالفعل. طيب ثلاث شهور كان معاها 60,000 جنيه زوجها توفي حلال 3 شهور عشان تودع الفلوس في البنك حلال. حلال حلال من اول رجب بصوم اثنين وخميس، واحده قالت لها اوعي ما دام مش متعوده على كده. سيب من الكلام الفارغ ده، يعني الصوم انا بقول لها كلام فارغ يبقى تصوم. الاستاذه امال مركبه مفصل وبعمل عمره ومش قادره، امال يقولوا لها وهي بتعمل عمره كل سنه بيقولوا لها تعالي مش مطمنه. عايزه تروحي روحي مفيش مانع، كونهم ان هم يجروكي بالعجل معاهم او يدفعوكي امامهم ده مش مؤثر في 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 ان عمرتها مش صحيح، لك ثواب العمر ولهم ثواب الإعانة على البر والتقوى. طيب قدامنا دقيقة ونص لسه، يعني بتقول عايز أعمل علاج طبيعي ولم أجد إلا رجل بممارس العلاج الطبيعي. طيب طب دلوقتي أعمل إيه؟ ده متوقف على حاجتين، هل العلاج الطبيعي ده علاج ضروري يعني لا يمكن الاستغناء عنه علشان الإنسان يصل إلى البر، ولا ده أمر تحسيني؟ إذا كان ضروري هل أنا عندي قدرة أن أنا أجيب واحدة ست؟ ولا ما عنديش ضروري وما عنديش قدرة يجوز ان انا ألجأ لرجل، ضروري وعندي قدرة يجب ان انا ألجأ لست، مش ضروري وما عنديش قدرة او مش ضروري وعندي قدرة يبقى ما يجوزش ان انا ألجأ لرجل، يبقى لابد ان يكون ضروري وانا ما عنديش قدرة ان انا اجيب واحدة ست. طب اسمح لي ارجع بس الاستاذة امال وهي برضو بتقول على فكرة بتقول انا حاسس اني سألقي بنفسي الى التهلكة لو رحت مش مطمنة اني اعمل عمرة. ما هو القاء النفس في التهلكة هنا يا ست امال برضو عشان نقطة برضو عشان انت بتقول ان انا هقعد على كرسي معززة مكرمة واخواتي واخواتي معايا في العمرة هيزقوني وهم معاهم، فين القاء بالتهلكة؟ وفي النهاية مش واجب عليك انك تروح. انت قمت بعمرتك فقد اديت عمرة الاسلام من قبل اللي هي التي تجب على الانسان مرة واحدة في العمر، كل العمرات التالية دي من النوافل، عايزة تروحي روحي مش عايزة تروحي اختياري براحتك يعني. الامر اختياري ليك، ولكن ما فيهوش دعوة بإلقاء النفس للتهلكة ولا شيء. فضيلة الشيخ احمد ممدوح امين الفتوى بدار الافتاء المصرية بشكرك شكرا جزيلا. شكرا لك. اعزائنا المشاهدين دمتم في رعاية الله وامنه، الى اللقاء.